كنا بنتكلم عن تكريم الإسلام للمرأة وجعل ليها ذمة مالية منفصلة، بالإضافة إلى أنها ليها الحق في أنها ينفق عليها عن سعة أو عن يعني حد، كل واحد حسب مقدرته، من الأب ومن الزوج، وإذا لم يتواجد الاثنين فمن الأخ. وبالرغم ده هي ليها بقى ذمتها المالية المنفصلة، تكريم ما بعده تكريم، وتأمين ما بعده تأمين. نعم. هو يمكن يعني لو لما نيجي نبص للحاله اللي حضرتك قلتيها دي او للنموذج ده، ده يعني قمه التأصيل للعلاقات الاسريه او الترابط المجتمعي بين الـ بين الـ بين الـ بين, الـ بين افراد الاسره، بين المجتمع، بين الناس جوه الاسره. مش معنى ان هي لها ذمه ماليه مستقله وان الفلوس بتاعتها هي، يعني الاسلام في الحته دي لما الزم الرجل اللي هو ينفق عليها خاطب فيها احتياجها للامان. خاطب فيها الاحتياج الفطري للامان. يمكن هي تقدر على توفير الامان لنفسها بشكل طبيعي جدا في الحياه، يعني تقدر تشتغل وتصرف على نفسها وتوفر فلوس لنفسها، وتقدر تحافظ على نفسها بالامان النفسي جدا جدا جدا، وتامن جسدها وتبقى يعني عندها عضلات وكل حاجه. لكن كل المتخصصين والمتحدثين في علم النفس قالوا ان المراه لما تكون في 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 الاسره بتحتاج الى توفير هذا الامان نفسيا من الرجل اللي معاها في الاسره، يعني فطريا يعني. فهو عشان كده الدين اداله بقى الحاجات دي عشان يحصل التكامل الاسري بقى، هو يدي لها احتياجها وهي تطلب كمان منحها حق الذمه الماليه المنفصله والخاصه. والنص القراني كمان واضح يعني. نعم. للرجال اكتسب، يعني للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن.